السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف السادس الابتدائي. إن شاء الله هنكمل مع بعض دروس التاريخ، هنكمل النهارده درس جديد معانا هو الحملة أو دخول الحملة الفرنسية على مصر. طيب، الحملة الفرنسية بدأت دخولها طبعا على مصر من 1798 ل 1801. طبعا هنتكلم مع بعض إنها دخلت أو استمرت في مصر 3 سنين، من 1798 ل 1801. طبعا في حاجات اللي هي لازم نعرفها، إن قائد الحملة كان اسمه نابليون بونابرت، وهي استمرت 3 سنوات. أول حاجة هنتكلم عليها طبعاً لازم نعرف انتقام فرنسا بإعداد حملة عسكرية متجهة إلى مصر. واعتبرت الحكومة الفرنسية هذه الحملة سراً لا يعلمها إلا قائدها وهو نابليون بونابرت. طبعاً بيجي سؤال في الجزئية دي، بيجي يسألني ليه نابليون بونابرت أو الحكومة الفرنسية ونابليون بونابرت اعتبروا الأمر سراً؟ طبعاً دي حاجة لازم تبقى أنت عارفها خوفاً من تسرب أخبار الحملة إلى إنجلترا. فتعلم طبعا اسطولها بتلك الحمله، فيبتدي طبعا اسطولها في يدمر هذه الايه؟ الحمله اللي متجهه على مصر. طبعا بيجي نقول تاني حمله كانت سرا لا يعلمها الا ايه؟ قائد. نيجي نشوف كمان كلمه حمله تعريفها يعني ايه؟ قال هو تجهيز الجيش وتوجيهه لاهداف عسكريه. برضه حاجه ثانيه لازم نعرفها، كلمه احتلال هو استيلاء دوله على دوله بالقوه او قهر. ده طبعا التعريفات المهمه جدا داخل الايه؟ الدرس. نيجي نكمل بعد كده عندنا الاسباب المعلنه والغير معلنه، او بشكل عام ما هي اسباب الحمله على مصر. عندنا اسباب معلنه اللي هي بنعتبرها غير حقيقيه، واسباب غير معلنه اللي هي الحقيقيه. اولا بنتكلم على الاسباب المعلنه اللي هي غير حقيقيه. اول حاجه الحمله الفرنسيه قالت على مصر ليه؟ قال لي اول حاجه لتاديب المماليك، تمام كده، وقصف نفوذهم او تحطيم نفوذهم. تاني حاجه عشان نبقى احنا عارفين في اسباب الحمله الفرنسيه هي حمايه التجار الفرنسيين من خطر المماليك. ثالث حاجه ان طبعا الحكومه الفرنسيه كلمت وقالت انها عايز تعمل او تنشئ حكومه وطنيه يكون الحكم فيها الايه؟ المصريين. دي طبعا الاسباب الايه؟ المعلنه او غير الحقيقيه لدخول الحمله الفرنسيه الى مصر. اما بيجي بعد كده الاسباب الحقيقيه اللي موجوده عندنا، قال اول حاجه لتهديد مصالح انجلترا. فاكبر مستعمراتها فين؟ في الهند، او قطع طرق الاتصال ما بين انجلترا واكبر مستعمراتها فين؟ في الهند. زائد كمان ان فرنسا كانت عايزه تعمل لها مستعمره في الشرق ويكون مقرها مصر، طبعا لتعويض عن ما فقدته من مستعمرات اثناء حروبها مع مين؟ مع انجلترا. كل ده جزئيه من الحمله. هنتكلم عن تجهيز الحمله، ازاي نابليون بونابرت قام بتجهيز الحمله؟ حاجه طبعا لازم تبقى انت عارفها، نابليون بونابرت كان مصرح ان هو يختار كل فرد او كل ضابط او كل اي شخص داخل موجود جوه الحمله هو اللي كان بيختاره. عمل لجنه طبعا وقدر يختار كل الايه؟ الاعضاء اللي كانوا موجودين فيها. طبعا كان جامع منهم طبعا المعدات والاسلحه وكل شيء لازم للحمله، زائد كمان جمع مجموعه من العلماء في مختلف العلوم والفنون، زائد كمان معاه الرسامين والكتاب وبعض من المصورين. طيب بنيجي نتكلم بعد كده عن خط سير الحمله الفرنسيه. الحملة الفرنسية طبعا عشان نبقى احنا عارفين في الخريطة قدامنا من هنا، خرجت الحملة الفرنسية في مايو 1798 من ميناء اسمه ميناء تولون، ده موجود في فرنسا. الأبحرت طبعا الحملة من ميناء تولون إلى جزيرة اسمها جزيرة مالطا، إلى جزيرة إيه؟ مالطا. ومن جزيرة مالطا إلى جزيرة كريت، كل الجزر دي موجودة في البحر المتوسط. طب يجي سؤال هنا بدل ما تفسر ليه اتجهت الحملة الفرنسية إلى جزيرة كريت؟ هقول له طبعا لتفضيل الأسطول الإيه؟ الإنجليزي، خوفا من وجود الأسطول الإنجليزي بيتبع الحملة فممكن يقضي عليها داخل البحر المتوسط، بما أن الأسطول الإنجليزي كان بيراقب ملاحة البحر الإيه؟ المتوسط. طيب بعد ما وصلت لكريت بدأت تنزل إلى إيه؟ الإسكندرية. وهنا كانت بداية المواجهة ما بين المصريين وما بين الفرنسيين، يعني أول مواجهة أو أول مقاومة داخل مصر للحملة الفرنسية كانت على يد المصريين بقيادة طبعا حاكم الإسكندرية اللي هو محمد قريب أو السيد محمد قريب اللي فيما بعد بيطلق القبض عليه وطبعا بيعدم في الآخر. بنيجي بعد كده بيحدث مقاومة أخرى ما بين الحملة الفرنسية وما بين المماليك. طبعا حاجتين أو معركتين حدثوا ما بين المماليك والفرنسيين، أول معركة طبعا كانت في شهر رخيم، ثاني معركة كانت معركة إمبابة. وبعد طبعا هزيمه المماليك في معركه امبابه وفرارهم الى الصعيد، طبعا اتجه الفرنسيين الى القاهره وكده دخلوا القاهره في طبعا 1798. طبعا لسه بيستقروا داخل القاهره الا واتى خبر بيفلت من كليبر اللي هو كان موجود في الاسكندريه، طبعا احد ضباط نابليون بونابرت، بيفيد بتحطيم الاسطول الانجليزي في
موقعه المطير للايه البحريه. طبعا دي كانت في اغسطس 1798. تحطيم الاسطول الانجليزي كله قال لك طبعا كان على يد الاسطول الانجليزي، على يد القائد الاسطول الانجليزي اللي اسمه قائد ايه؟ نيلسون. طبعا ايه النتائج المترتبه على موقعه ابو طير البحريه؟ قال لي اول حاجه تحطيم الاسطول الفرنسي. اول حاجه تحطيم الاسطول الفرنسي. اثنين انخفاض الروح المعنويه عند الفرنسيين. ثلاثه انقطاع الصله ما بين الجيش الفرنسي في مصر وما بين فرنسا. بدا بعد كده الفرنسيين او الحمله الفرنسيه او جنود الحمله الفرنسيه بيعتمدوا على موارد مصر لسد ايه؟ احتياجاتها. وبكده نكون من هنا بقيت الدرس، وهنوقف طبعا بعد كده للاسئله. هنكمل مع بعض التدريبات درس دخول الحمله الفرنسيه الى مصر من 1798 1801. اول حاجه في الاسئله معانا هنكملها مع بعض يا اساتذه. السؤال الاول اكمل العبارات الاتيه. من الف وصلت الحمله الفرنسيه الى ميناء طبعا هو الاسكندريه، ما حدش يكتب طولهم، هي ميناء الايه؟ الاسكندريه في يوليو 1798. نمره ب قاوم نقط حاكم الاسكندريه الحمله الفرنسيه. مين هو الحاكم اللي قاوم الحمله الفرنسيه اول بقوه الاسكندريه؟ كان اسمه السيد محمد قريب. بعد كده نمره ج من الاسباب المعلنه الحمله الفرنسيه على مصر تاديب المماليك طبعا واضعاف قوتهم. السؤال الثاني بما تفسر تكتم الفرنسيين نبأ الحمله على مصر طبعا خوفا من تسرب اخبار الحمله الى انجلترا فيعلم بها الاسطول الانجليزي طبعا، فقرر ان هو يحطم الاسطول او الحمله الفرنسيه لان هو كان بيراقب الملاحه في البحر الايه؟ المتوسط. الحمله الفرنسيه على مصر طبعا هنتكلم عن الاسباب اللي فيها ايه؟ حقيقه او الاسباب الحقيقيه اللي موجوده داخل او اسباب الحمله الفرنسيه على مصر. هنقول اول حاجه طبعا قطع الصله ما بين انجلترا واكبر مستعمراتها في الهند. ثاني حاجه عندنا هنقول انشاء مستعمره ورغبه فرنسا في انشاء مستعمره فرنسيه في الشرق طبعا ويكون مركزها مصر. نيجي للسؤال الثالث اكتب علامه صح او علامه خطا طبعا ولنجح الفرنسيين في احتلال مصر في احتلال مدينه الاسكندريه عام 1798 بعد مقاومه حاكمها السيد عمر بكر طبعا اجابه غلط لان هو محمد قريب. نمره ب فرق المماليك الى الصعيد بعد هزيمتهم في معركه شبرخين والبابا والاجابه طبعا دي صح. ضمت الحمله الفرنسيه على مصر مجموعه من العلماء والرسامين والكتاب طبعا الاجابه صح دي من ضمن التجهيزات بتاعت الحمله. نمره د استولت الحمله الفرنسيه على جزيره كريت ثم مالطا لا طبعا الاجابه غلط تبقى العكس مالطا ثم كريت. تيجي بعد كده للسؤال الرابع اخضر طبعا بيقول لي افحرت الحمله الفرنسيه من ميناء نقط في مايو 1798 هو ميناء ايه؟ طولون. تمام. تيجي بعد كده ارسل نقط رساله من نابليون تفيد بتحطيم الاسطول الفرنسي في موقعه العقيل البحريه هقول له مين؟ كليبر. اخر حاجه عندنا هاجم نقط الاسطول الفرنسي في موقعه العقيل البحريه طبعا هقول له مين؟ نيلسون. نيجي للسؤال الخامس والاخير ما المقصود بالمفاهيم التاريخيه الاتيه؟ اول حاجه طبعا حمله هو تجهيز الجيش وتوجيهه الاهداف حربيه. احتلال طبعا هو استيلاء دوله على دوله اخرى قهرا او بالقوه. مستعمره طبعا هو اقليم يحكمه اجنبي ويكتفي باستغلاله اقتصاديا وعسكريا. وبكده نكون هنا تمام.